بالنسبه للتسجيل بتاع المحاضرات، فانا كده كده كنت شايف الحاجات اللي انتوا كنتوا حاطينها على الفيسبوك، ومتفهم ان انتوا بتقولوه، وزي ما انتوا كنتوا شايفين ان انتوا يعني حاولتوا اربعه حاجه الكليه كانت غير مستعده انها توفر الحاجه، فاحنا برضه شايفين ان هي كانت برضه غير مستعده انها توفر الحاجه. التسجيل بتاع المحاضرات فهو كده كده لود على الدكتور زي ما هو قال عليه. انا من الناس اللي في الكليه دلوقتي عليا لود كبير جدا بسبب الموضوع بتاع الكورونا. بقى عندي تقريبا من السبت للخميس كل يوم باجي الكليه ما عدا يوم الاربعاء. فهو اليوم ده الوحيد اللي اجازه، كل يوم باجي من الساعه 8 الصبح للساعه 4. فحته ان انا اسجل بعد كده بالنسبه لي هيبقى فيها ازمه. كده كده غالبا انا هسجل. بس التسجيل بتاع السلايد عمره ما هيكون زي التسجيل بتاع المحاضرة. هجيب السلايد كده احطها قدامي وهقراها لك. لاني ما عنديش وقت كافي ان انا اعيد اشرح المحاضرة دي للمرة الرابعة تاني. ومفيش تعويض كافي ان هو يخليني اعمل الموضوع ده. فكان الكلية كانت مدية اقتراحات انها تجيب سمارت بورد، وان هي السمارت بورد دي انها لعبة. قلنا ان هي تحط الكاميرا وفي المايك متصله بالمايك بحيث ان الصوت يبقى حلو والتسجيل بقى انستنت. كل الكلام ده كان كله كان كويس ما فيش مشكله، بس في الاخر خالص ان الانترنت ما فيش درجات في النت وما فيش كاميرا اتعملت وما فيش سمارت بورد اتعملت، في الاخر خالص ان هو ايه ما فيش مشكله. يعني هي لو الدنيا اتقلبت اونلاين انا ما عنديش مشكله حاليا ان انا اوصل الدنيا عادي، بس ان هو في الاخر خالص كحمل عليا زياده زي ما انتم متضررين انا متضرر اكتر. فكده كده انا كلمت عبد الرحمن هيصور المحاضرات زي ما هي، الصوت وحش بحاول ان انا اخلي الصوت كويس فيها، لكن انا هسجلها كده كده بعد الان بعدين، وانا كده كده حامل ان المحاضرات تبقى موجوده اونلاين نقدر نقول لاي حد يستفيد بيها بعدين لقد لاي سبب كان. انا حصل لي اي حاجه علم منتفع بيها اي حد. النقطه الثانيه بالنسبة ليكوا انتوا كطالب، دورك انت كطالب جامعي مختلف تماما عن دورك كلام كنت طالب في سنة. انت في سنة أولى المناهج خصوصا في الترم الأولاني لو تفتكروا كانت خفيفة، ما كانش تقريبا عندك غير الكترونكس ولا دلوقتي في سي اس ويمكن التكنيكال رايت. الترم الثاني ابتديت تاخد بروجرامي وابتديت تاخد مواد تانية. انت مطالب كطالب في الكلية ان انت تبذل مجهود عشان تذاكر، مش مطالب ان انا كدكتور او كمعيد ان هو يديلك المعلومة جاهزة تاخدها. What comes easy goes easy. الحاجة المعلومة تيجي بالسهل هتروح بالسهل. المعلومة اللي انت هتتعب عشان تجيبها هتفيدك. الكتاب مهم. لازم تقراه، انا ما بقولكش ان انت ما تقراهوش. المحاضرات مهمه. السكشن او اللاب مش هيكفر كل الحاجات اللي بتتاخد في المحاضره. تمام؟ وظيفه السكشن واللاب ان هو مكمل للمحاضره مش ان هو ريبليس وبيعيد الكلام اللي بيتاخد في المحاضره. كل دكتور له الطريقه بتاعته. وكل دكتور بيبقى شايف الطريقه بتاعته مناسبه. ودي اوكي لان هو في طرق مختلفه للتعليم وطرق مختلفه ان هي توصل المعلومه. في حاجات هتستفيد منها بشكل كبير، في حاجات ما هتستفيد بيها. انت كل ما تطبق بايدك وخصوصا ان انت في كليه عمليه وكليه بتاعت بروجرامنج وكمبيوتر ساينس، يبقى انت كل ما تطبق بايدك وان انت تشتغل بايدك هتلاقي النتيجه جات لك بسرعه. كل ما انت تتكاسل وان انت تعتمد وان انت هتتصرف زي مثلا حد في تجاره او في حقوق او في اداب، هتلاقي في الاخر خالص خارج الكليه ما فرقتش عن عمرك كتير. الكليه بتديك فرصه انها تسهل لك حاجات وتدريب في حاجات صعب ان انت تاخدها بره. مش هتعرف تاخدها بره لان الحاجات بره اكتر ما بتركزش على الكونسيبت وما بتركزش على الدنيا اتبنت ازاي. الدنيا بره بتركز على ان انت ازاي تستخدم تولز وان انت ازاي تركب حاجه مع بعضها. التولز بتروح وبتيجي. في خلال اربع خمس سنين هتلاقي البروجرامنج لانجوج اللي انت اتعلمتها في الكليه
بعد 5 سنين راحت والجامعه كانت حاجه غلط فيها. او حتى هي يعني مثلا سي بلس بلس والجافا سنه اولين اللايبرز بتتطور الانجنز بتاعتهم بتتطور وكل حاجه. فهتضطر بعد كده يا اما تتعلم مع نفسك لو انت بتعرف تتعلم مع نفسك او هتضطر ان انت تعمل في الكورس. هتلاقي ان انت لما بتبقى كبير في السن وراك مسؤوليات ان انت مش عارف تاخد كورسات ان انت بتشتغل من 8 الصبح ل 5 بالليل او حتى كمان ل 10 بالليل. طبيعه الشغل كده. فهو في الاول خالص انت لازم تتعلم ان انت ازاي تدور على المعلومه بنفسك وازاي تدور. تاخد كورس او ما تاخدش كورس في قرار شخصي، بس في الاخر خالص لازم تتعلم ان انت ازاي تجيب المعلومه بنفسك. دي نقطة مهمة جدا اللي هي برضه أنا كان لازم أقولها. أنا لما بتكلم في محاضرة أنا مش بضيع وقتي ووقتكم، أنا بحاول أربط لكم الدنيا بالواقع شكله عامل إزاي. الكلام ممكن أنت ما تبقاش حاسس بأهميته دلوقتي. ممكن تحس بأهميته سنة تالتة، ممكن تحس بأهميته سنة رابعة، ممكن ما تحسش بأهميته في الكلية خالص لما تشتغل، ممكن ما تحسش إن هو أفادك في حياتك خالص. أنتوا الدفعة بتاعتكم 800 واحد، كل واحد هياخد تراك مختلف عن التاني لما يتخرج، وكل واحد هيتعرض لمواقف وشغل مختلف تاني عن التاني. فانا ما تجبرنيش ان انا ادرس لك او الكليه تجبرها ان هي تدرس لك التراك اللي انت عاوزه اللي انت شايفه هيفيدك انت كشخص. ممكن ما يفيدكش انت لكن يفيد غيرك، واللي يفيد غيرك مش هيفيدك انت. ففي كل مواد مهمه لاغلب الناس مش مهمه لبعض الناس. ومواد تانية مهمة لبعض الناس مش لأغلب الناس، الهدف إن أنت إن إحنا نحاول إن إحنا أو الكلية نحاول إنها توصلك للي أنت عاوزه. بره في الجامعات بره اللابس أو السكاشن مفيش حد بيعمل اللي هو بيدي الكلام اللي بره. بتبقى حاجة اسمها هاندز أون لاب. يعني أنت حضرتك كده بيكون مطالب منك إن أنت بروجكت تشتغل فيه مع نفسك والمعيد يبقى قاعد في اللاب. يجي أنت ساعة و10 دقايق ولو عندك مشكلة أو عندك حاجة مش فاهمها يشرحها. لكن مش مطالب ان هو يشرح من اول وجديد. في بعض المواد بيبقى برضه من المعيد ان هو بيشرح من اول وجديد. لو انتوا بصيتوا على كورسات اللي هي مثلا بتاع اي حاجه بره مثلا في المدرجات بتاع مش فاكر الصراحه بالظبط اي حاجه ام اي تي مثلا هتلاقي ان المحاضره الاعتماد الاساسي بتاعهم على المحاضره واللابس هي مجرد ان هي يا اما بيسلم فيها حاجه يا اما بيعرض فيها حاجه. في فرق طبعا في الامكانيات بين جامعه القاهره والام اي تي، عشان كده هي ام اي تي من جامعه القاهره. بس انا عاوز اقول لكم بشكل قوي ان جامعه القاهره خرجت ناس كثيره جدا قدرت انها تشتغل مع ناس من ام اي تي وناس في اي جامعه ثانيه في امريكا او في كندا او في اوروبا بشكل كويس. بيشتغلوا على نفسهم شويه، بس اللي بيشتغل على نفسه شويه بيبقى اقوى من ناس ثانيه كتيره جدا اتخرجت من هنا. احنا المفروض خلصنا شابتر 1. انا المفروض يوم الثلاث اديت المايند ماب بتاع شابتر 1. الحاجه اللي كانت ناقصه اللي احنا ما اتكلمناش او ان انا ما وصفهاش ان انا قلت لكم هنتكلم عنها النهارده هعملها دلوقتي. الحته بتاعت الديك والتريس روت ونبص على اللايرز اللي موجوده في الباكجز وبعد كده نبتدي ناخد شويه من تمام شابتر 2. حد عنده اي سؤال في الحته اللي فاتت او حاجه مش مفهومه قبل ما نبتدي اشرح؟ مفيش مشكله، اي حد عنده مشكله يسالني دلوقتي. طيب خليني بس اركز الحاجه لان انا غالبا هخش على طيب احنا النهارده فاتت يوم الثلاث مش على الطبيب تمز ليه؟ يوم الثلاث كنا اتكلمنا على ان احنا يوم اتكلمنا على ايه؟ اللص والبروبوكيشن ديلي وازاي الباكت بتروح من السورس للديستنيشن. وكنا اتكلمنا على البي
عليها شويه وبعد كده بيجيب لنا الاربعه حته ماشي. ده اللي يكتب السكيل اللي انا جه وقال لي ان هو بعت 32 بايتس اوف داتا. ال 32 بايتس دول الداتا اللي بعتهم ضم مفيش داتا حقيقيه بس في باكت الهيدر بتاعها كان اسمه بيت. بعد كده بعت للاي بي قال ان هو جاب لي ريبلاي من الاي بي 157.240.195.75 ده الاي بي ادرس بتاع فيسبوك. بعد 32 التايم اللي هي اخذته 91 قلت لي ان هو التايم كوريت او الباكت اللي هي المفروض ان هي التايم كوريت بتاعها كان كام؟ 50. هنتكلم على التايم كوريت ده ليتر اون او تي تي ال بعدين. بعد كده كلمني السيرفس في الاخر خالص قال لي ان هو بعت اربعه ريسيفت اربعه نص اربعه والمينيموم البيم 87 ملي سكند الماكسيموم كان واحد 121 فانا اقل واحد اللي هي ثالث واحده واعلى واحده اللي هي رابع واحده والافريج 97. نفس الكلام احنا ممكن نعمله على الموقع بتاع الكليه ونشوف الدنيا شكلها عامل ايه. فهو ده البيت اللي المفروض ده الكليه مع الداتا ده وما ارجعش اي حاجه تانيه. طيب نشوف الريس رولز. ده مش راقب. ده مش راقب. هو ده يا حبيبي.
شايفين هنا بقى؟ هنا بقى كان اوضح شويه. هنا ده السي كور، ده الكابل البحري. الراجل اللي بالمريض في ايطاليا، وبعد كده معرفش دي فين، وبعد كده ده السنتر اللي موجود فيها. فانا عندي واحده اثنين سي كور هنا. ثلاثة سيبون. الثالثة برضك اللي تحتهم سيبون. بس دي تبع فيسبوك. دي لا تبع فيسبوك. عايزين نجرب جوجل. عايزين نجرب جوجل. مش جوجل فيها برايفت برايفت نتورك. هو بينج بينج بيبعت بيبعت واحدة وبيجي. فانا هنا بيبعت لي كل روت ويرجع تاني، يبعت لي كل راوتر ويرجع تاني. ده ليه؟ ده تريس روت، يبعت لي كل راوتر في الطريق ويرجع تاني. عشان انا بعمل تريس للروت بتاعي شكله عامل ازاي. لكن بالنسبه للبينج هو ما بيجيش ريبلاي غير من الاند سيرفر ويرجع تاني. فدي
عارفين انها ان الساينس كله ريليتد ببعضه، ما فيش حاجه ايزوليتد عن ايه؟ عن حاجه ده. طيب لا مش فاتح نفس المكان، فاتح يعني مكان ومكان يروح في نفس المكان. ما توزعوش، ده الطريق اللي اخده من عند من اللابتوب لحد جوجل. هم لازم يتفرعوا عليه يوصلوا كلهم لجوجل؟ مفيش تفرعوا. هو قصده على 3 دي يا دكتور. لا 3 دي اول واحده رايحه لتويتر، تاني واحده كانت لفيسبوك، تالت واحده جوجل. انا ماليش دعوه، انا بتكلم ان انا اللي احنا شفناه هنا كان التفرع لكل موقع من المواقع اللي احنا شفناها، يعني احنا شفنا ان هو كلهم راحوا لحد الايه؟ بالمارين. واحده راحت في ميلانو، واحده طلع مارس مارسيليا مارسيليا بالمانيا مارسيليا مارسيليا ودي برضه راحت لتويتر دي ما راحتش اصلا من ناحيه البرنامج دي راحت في ناحيه تانيه خالص اصلا. ممكن يمشي يعدي على كذا بلد لحد ما طيب دي كده بالنسبه للديسكورد والباكتس على كذا بلد لحد ما طيب عندنا بعد كده في البروتوكولز ده اسمه واير شارك. واير شارك من اكثر الحاجات المستخدمه في ال الباكت دي انا هنا عندي احنا اتفقنا ان احنا في اللايرز كل واحده ليها ايه؟ اسم. كنا قلنا اول واحده ايه؟ مسج، وبعد المسج كان ايه؟ سيجمنت، وبعد السيجمنت داتا جرام، وبعد الداتا جرام فريم، وبعد كده بتوصل لايه؟ انا هنا عندي كل واحده من دول بتمثل لي ايه؟ لير من اللايرز الموجوده عندي. فالمسج او الداتا بس هو هنا الاسامي مختلفه شويه. فالداتا دي اللي فيها الداتا اللي انا بعتها. وايه الداتا اللي انا بعتها؟ انا بعت مثلا اكس ام ال فيرجن ومش عارف ايه الكلام ده كله. الحته دي ده الترانسبورت لاير فيها البورت نمبر بتاعت السورس والديستنيشن بس. الحته دي اللي فيها الاي بي ادرس او الانتر بوينت نت بروتوكول وده كان فيرجن 6. بعد كده ده الايثر اللي كان فيها الماك ادرس بتاعت سورس وديستنيشن، واخر واحده الفريمز اللي هي هتنزل كبيتس على الايه؟ على النت. كل واحده من دول هلاقي فيها يا اما اللير دي مثلا بتاعت الترانسميشن كنترول من الايه؟ الترانسميشن لاير. شايفين ده الاتش تي بي اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. فده هنا الاتش تي بي بروتوكول، ده الهايبر تكست بروتوكول من اولها هنا، ده اللاير بتاعته، ده الابلكيشن لاير. فبعد الجيت ريكوست والمفروض رد هنا عليه ريسبونس. فهنا بعت ريكويست ترد عليه ريسبونس. شايفين السلاح رايح وراجع، فده رايح ان هو بعت ريكويست راجع رد عليه ايه؟ ريسبونس. المفروض تاخده في اللابات معاك معينين بشكل اكتر عن الحاجات دي، بس انا بديك. بعد كده ده ترانسميشن كنترول، احنا قلنا كل لاير فيها الايه؟ الادرس بتاعه. فالابلكيشن دي الداتا بتاعتي الترانسبورت فيها ايه؟ الماك نمبر او الماك ادرس، مش ماك، البورت نمبر بتاع سورس ديستنيشن. بعد كده عندي ده الاي بي اللي فيه اللي هو النتورك لاير. بعد كده الايثرنت ده اللي هو الداتا لينك لاير.
والفريمز اللي هي الباكتس او البايتس او البيتس اللي هي ايه تتباع على النت. طيب ايه ده؟ تاني ماشي خلينا نبتدي من الاول خالص. ايه ده؟ ايه الليله اللي احنا خدناها؟ ايه على الفيزيكال لاير دي فيها كل البيتس اللي موجوده عندي.
صانع ايه؟ الانترنت. فدي كل فيها الحاجات اللي انا بستخدمها في الفيزيكال لاير. قال الانترفيس اي دي بتاعي رقم 0، الكالكوليشن تايب ايثرنت، الارايفال تايب، الايكو تايب، هو بيديني الفريم نمبر بتاعي، الفريم سيت، هو بيديني انفورميشن على الباكيتس اللي نزلت على الايه؟ على النتورك ذات نفسها. لكن دي ما بتضافش للباكيتس. اول حاجه بتضاف للباكيت احنا قلنا فين؟ في الداتا ليك. فالداتا ليك بروتوكول المستخدم بشكل اكتر الايثرنت. واحنا قلنا اعتقد ان انا قلت ان انا ايه كل البروتوكولز يعني كل اللي هي بيبقى ليها البروتوكولز بتاعتها. فانا هنا البروتوكول اللي انا بستخدمه اسمه ايه؟ ايثرنت. الايثرنت ده اللي هو عليه لاير داتا ليك لاير. قلنا مين الايدنتيفيكيشن بتاعه؟ الماك ادرس. طب تيجي نبص كده نشوف هنلاقي في ماك ادرس ولا لا؟ فانا لقيت عندي الاستيميشن والسورس وارقام بالشكل ده. ده الماك ادرس بتاع السورس، ده الماك ادرس بتاع الاستيميشن. فالاستيميشن ده وده ايه؟ السورس بتاعي. الماك ادرس المفروض ان هو يبقى يونيك على مستوى الاجهزه. وقال ان هو هيستخدم اي دي فيجن 4 كايه؟ كبروتوكول. طيب الليلة اللي بعد كده انهي ليلة؟ نتورك ليلة. لو فاكرين ان احنا قلنا ان هو في البروتوكول ان احنا كان في الـ TCP/IP ان احنا قلناها ان هي اسمها الايه؟ الاي بي ليلة. فهو الانترنت بروتوكول ليلة اللي هي نتورك ليلة فيها الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن. ادي الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن. ومعانا شوية حاجات في الهيدر هنتكلم عنها في الشابتر 3. تمام؟ ففيها حاجات زيادة في الهيدر عشان تساعد. فاكرين لما قلنا ان يوم التلات لما الداتا ليك بتاعي ببعت على 10 لكن الناحية التانية من الراوتر كان 5 فبيجي يقول ان هو بط او زبط او حاجة زي كده. كل الكلام ده كله في الحاجات اللي موجودة هنا. تبقى الايدنتيفيكيشن النوت فريمنت الفريمنت اوفست لو الباب اتقسمت لو الباب زاد كل الكلام ده كله الطريق والليف بتاعي قد ايه وهكذا. بعد كده اللي هي فيها اللي هي عباره عن ايه؟ ترانسبورت لاير. وقلنا الحاجه الاساسيه فيها اللي هي ايه؟ البورت نمبر. فانا هلاقي هنا عندي ادي السورس بورت نمبر وادي الاستنيشن بورت نمبر وعندي هنتكلم عنها او الاسبوع الجاي. وخلص وفيها شويه فرمنتيشن وحاجات ان هو ازاي بيجمع الباكس مع بعضها وايه والويندو سايز والفاكتورنج. فبرضه فيها شويه ايه بعد كده في الاخر خالص الايه الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. وده البروتوكول واحد من ضمن البروتوكولات المستخدمه فين؟ في الابلكيشن لاير. فالابلكيشن لاير البروتوكول بتاعه اتش تي تي بي. ده اللي احنا هنتكلم هندي عنه نفسه النهارده هنتكلم عنه بالتفصيل الاسبوع الايه؟ الجاي. ففي الاخر خالص عندي الاتش تي تي بي بروتوكول عباره عن دي الهيدر بتاعه. بعد كده ده المسج بتاعته. وهنتكلم عن الفرق ما بين الهيدر والبادي في الاتش تي تي بي شكله عامل ازاي. فاحنا كده بالواير شارك من خلاله قدرت ان انا اشوف الباكتس اللي موجوده عندي فيها. هنزل تاسك على فلاك بورد. في التاسك دي هقول لكم ان انتوا تبعتوا ريكويست لمكان معين ويترد عليه في مكان معين وتقولي لي ايه الحاجات اللي موجوده فيه. تقولي لي اللايرز بتاعتنا بشكل معين كان ايه؟ كنوع من انواع الاسايمنتس. ده انا هحطه كليا انا بس ان هو مش مقرر من معين. فهحط ديد لاين غالبا مش هحطه النهارده هحطه على يوم السبت وهديه اسبوع.
المفروض النهارده نبتدي نتكلم على الابلكيشن لاير. هناخد بس كوبوينت 1 النهارده، بعد كده هنبتدي نتكلم على كوبوينت 2 بشكل مفصل. غالبا هناخدنا مره او مرتين لان هي كبيره شويه. النهارده هنتكلم على اول لاير خالص عندنا مور انديكيتور، اللي هي الابلكيشن لاير. في الابلكيشن لاير دي هي اللاير الاساسيه اللي انا كديفلوبر ببتدي احتك بيها. الهدف بتاعي ان انا اقول الكونسبتس بتاع الامبلمنتيشن نتورك لاير، اعرف يعني ايه ترانسبورت لاير سيرفيس موديل، اللي هي بما ان انا كابلكيشن لاير هستخدم لاير مين؟ ترانسبورت. فانا لما هبتدي اتكلم مع عن كل لاير هبتدي اشوف اللاير اللي تحتيه محتاجه ايه، وابتدي ان انا اجهز الداتا للاير اللي ايه؟ اللي تحتيه. هبتدي اشوف الكلاينت سيرفر بارادايم، واشوف البير تو بير بارادايم، وايه الفرق بين الكلاينت سيرفر والبير تو بير ابلكيشن. هبتدي اتعلم ده المفروض ان هنعمله النهارده، بعد كده ابتداء من الاسبوع الجاي هنبتدي نتكلم على البروتوكول ابلكيشن من كل واحده. عندي ال HTTP FTP SMTP ال DNS سيرفر، بعد كده المفروض ان انا هنتكلم على السوكت، بس انتوا السوكت استخدموها في الابس تراك مور ايه ان ديتس. طب احنا كنا قلنا الموضوع ده قبل كده بس نتكلم فيه تاني، ان احنا عندنا على الانترنت ميني ابلكيشنز موجوده بنستخدمها، سواء ايميل او براوزنج او تكست مسجنج او ريموت لوجينج او لو بير تو بير فايل شيرنج. بير تو بير شيرنج، مين يعرف البير تو بير؟ او سمع عنها؟ نظير اللي هو زي اليوتورنت. بي سي سي وشاير للسيرفر. الناس اللي استخدمت البير تو بير استخدموا في ايه؟ تورنت. قرصنة. فاغلب هو التورنت هو المثال القوي جدا للبير تو بير، وهنبتدي نتكلم عن البير تو بير تورنت بشكل قوي جدا ازاي بتكون مع ايه؟ معمول امبلمنتيشن. بعد كده في المالتي يوزر نتورك جيمز، واغلب دلوقتي بقى بيلعب الجيمز على الانترنت، ستريمنج الفيديوز، اغلب دلوقتي برضه ستريمنج الفيديوز سواء بقى على الابلكيشن او على اليوتيوب او على نتفليكس او على شاهد، كل الكلام ده كله كسيرفيس. كل ده كسيرفيسز موجوده عن طريق ايه؟ الانترنت. في الفويس اوفر اي بي سواء بقى على سكايب او الواتساب او الماسنجر بتاع الفيسبوك ايا كان، وفي ريل تايم فيديو، يعني بدل ما انا اسمع صوت وصوره في فيديو، وفي ريل تايم فيديو كونفرنس، في سوشيال ميديا، في سيرش، وفي حاجات كتير جدا موجوده عندنا. كل البرامج دي كلها بستخدم برايت بروجرامز ذات ران اون ديفرنت اند سيستم. انا بكتب برنامج على البرنامج ده وعندي برنامج تاني على السيرفر، والبرنامج ده يكونكت على البرنامج ده وبيحصل كوميونيكيشن ما بينهم. فكل عشان كريت ا نتورك ابلكيشن فاي نيد ا بروجرام ذات ران اون ذا كلاينت اند اون ذا سيرفر ات ذا سيم تايم so that they can communicate together. So both these two devices can communicate with it without only يتكلموا مع بعض. طيب احنا مش عايزين او في النتورك بشكل عام we don't need to invite a link from the beginning for each application. مش كل مره هبتدي اكتب البرنامج للكور نتورك عشان ابتدي ايه اعمله. فبقى ان انا عندي في بي اوز موجوده تسهلني ان انا اكتب الموضوع ده اللي هي السوكتس بروجرامينج، وهي المفروض نتكلم عنها. فالابلكيشن اون اند سيستم بيستخدم السوكت بي ال فور ابلكيشن ديفلوبمنت اند بروباجيشن، بيسهل لي ان انا برنامج بسيط ان انا اكتبه على السيرفر وارفعه للجزء الثاني بسيرفر على سيرفر، ان انا اقدر ان انا اعرف. فانا عندي الموبايل او اللابتوب في البيت من خلالهم كابلكيشن لاير، الابلكيشن لاير بيتكلموا مع بعض بشكل سيمليس ب
بحيث ان انا كيوزر ما بحسش اصلا ان انا ايه ان هو بيحصل فيه كونكشن عن طريق الانترنت. الحاجه الوحيده بس ان انا بحس ان انا اي نيد او ان هو بيرن على الانترنت لما الانترنت يفصل، لكن غير كده انا بحس ان انا كاني برنامج شغال على الموبايل بتاعي. فاي هاف تو اونلي ستراكشر الابلكيشن كلاينت سيرفر اند بير تو بير. الكلاينت سيرفر يعني يكاد يكون ان هو 100% applications، بس خلينا نقول ان هو 99% of the applications are a client server. In peer to peer is very 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 limited في الايه في الشير بتاعتها بالنسبه for الابلكيشن بتاعت النت. طيب ك peer to peer ك client server architecture يعني ايه client server architecture؟ في خصائص للسيرفر وفي خصائص للايه؟ للكلاينت. السيرفر اولويز اون. لما السيرفر يتقفل يبقى انا مش هعرف اوصله ليه؟ زي السيرفر بتاع الكليه. السيرفر بتاع الكليه از نوت اولويز اون. فهو مش سيرفر فيشن. لكن لو دخلت مثلا على اي سيرفر تاني بتاع الماسنجر بتاع الواتساب فايبر سكايب السيرفر is always on. فلازم السيرفر يبقى ايه؟ available على طول. اي سيرفر تاني لازم يبقى permanent IP address. ال IP address المفروض بتاع السيرفر يبقى ثابت ما بيتغيرش. عشان اعرف اوصله. فال IP address بيبقى معروف بس بما ان انا بني ادم فمش هحفظ ال IP address، انا بحفظ الاسم بتاعه والاسم بتاعه او الهوس نيم والهوست نيم بيترجم على الاي ادرس عن طريق الدي ان اس. الدي ان اس فالدي ان اس بيتكلم عن الدي ان اس وازاي بيحول من هوست نيم لاي بي ادرس. بس خلينا عارفين ان الاي بي ادرس المفروض يبقى ثابت عشان اقدر ان انا اخش فيه من اي مكان يبقى الاي بي ايه؟ اقدر اعرفه. ولازم يبقى في داتا سنتر عشان سكيل. كل ما عدد اليوزر بتوعي ما يزيدوا كل ما زود البروسيسنج باور وكل ما زود الاستورج بتاعي. فالسيرفر بتاع الكليه ما بيحصلوش سكيل عشان كده الاعداد الكبيره بتخش عليه بوت. على عكس مثلا فيسبوك او تويتر او ايا كان كل ما عددنا بيزيد كل ما بنزود الايه؟ الداتا سنتر بتاعته كل ما بنزود السيرفرز بتاعته كل ما بنزود الايه؟ الكباسيتي بتاعته. فيبقى السكيلابيلتي في الكلاينت سيرفر موجوده فين؟ السيرفر. وان انا كل ما النمبر اوف كلاينتس ما بيزيد كل ما انا لازم ازود الكابابيلتي بتاع السيرفر ايه؟ بتاعي. طيب عندي الكلاينتس في السيرفر موديل فهي اللي بتعمل كوميونيكيشن ويز السيرفر. فهي دايما اللي بتعمل كوميونيكيشن هي الشيت كوميونيكيشن مع الايه؟ مع السيرفر. ميبي انترميديت منتال كونكتد ان هو مش لازم ان هي تبقى موجوده في نفس الاوضه، ممكن تبقى في نفس النتورك ممكن تبقى في نتورك بره ثانيه خالص. بيبقى عندها هارد دايناميك اي بيز. انا بخش من الانترنت عندي كل مره بخش على الانترنت باخد اي بي ايه؟ مختلف. فانا كل مره بخش عندي اي بي مختلف عشان كده لازم النتورك بتاعت الاداب ان انا عندي اي بي تاني مختلف كل مره. وهيتكلم ازاي ان هو الموضوع ده بيتكلم بس ان هو السيرفر الاي بي بتاعه ثابت الكلاينت الاي بي بتاعه بيبقى متغير. دلوقتي ان كده دايركتلي وايش اذر ان انا الكلاينت والكلاينت ما يتكلموش بعض بشكل ايه؟ مباشر. معنى كده ايه؟ ان انا في الواتساب ببعت لزميلتي في الواتساب، هل كده انا بكلم زميلتي بشكل مباشر؟ لا. انا ببعت الواتساب مسج الاول للواتساب سيرفر والواتساب سيرفر بيعمل لها فوروردنج للايه؟ للتاني الفتره الثانيه اللي انا ايه؟ ببعتها. فلازم في الكلاينت سيرفر مود اللي انا عندي سيرفر هو المسؤول ان ايه؟ بيهندل الكوميونيكيشن في الايه؟ في النص. في البير تو بير انا ما عنديش سيرفر فانا اي هاف نو اولويز اون
كلاود سيرفر انا بعتمد على الانسس ما بينهم وبين بعض ان هم بيتكلموا مع بعض بشكل مباشر، حتى لو انا مش عارفهم فاحنا نتكلم مع بعضينا بشكل مباشر. فالبيل تو بيل سيرفر، البيل تو بيل سيرفر ايه اللي بيحصل؟ انا عندي اجهزه وانا سايب ان انا عاوز داونلود لعبه معينه. لو الناس اللي عندهم اللعبه دي موجودين اقدر انزل اللعبه، لو مش موجودين مش هقدر انزل اللعبه. كل ما عدد الناس اللي كونكتد على البير تو بير نتورك او على التورنت، كل ما انا قدرت انزل اللعبه بشكل ايه؟ اصلا. كل ما العدد اقل كل ما انا ما قدرتش ازود العدد ايه؟ بشكل اصلا. حتى لو حضرت مثلا اللعبه دي من على السيرفر نفسه مفيش سيرفر. مفيش سيرفر. مفيش سيرفر. يعني الحاجه الرئيسيه بتاعتها. ما هو مفيش حاجه رئيسيه بتاعتها. هو الفكره في البير تو بير نتورك ان انا بشتغل ان ذا تو مود ات ذا سيم تايم، بشتغل از كلاينت وبشتغل از سيرفر. فانا وانا بنزل اللعبه انا شغال كلاينت، وانا بنزل اللعبه حد تاني بيرفعها من عندي فشغال كسيرفر في نفس الوقت. يعني انا اللعبه انا بنزلها كلها 100% عندي. انا طول ما انا بنزل اللعبه او بعمل لها داونلود في حد تاني بيعمل لها ابلود، والناس بتعمل تظبط السبيد بتاعت الابلود والداونلود بحيث ان هي تبقى ايه؟ يعني في ناس ممكن تقفل الداونلود بس بعد كده بتلاقي ان اللعبه الداونلود بتاعتها بتبقى بطيئه جدا. فهي هنتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل. فاللي منزل اللعبه بشكل اساسي ساب النتورك، فاللعبه اوريدي موجوده على اجهزه ثانيه كثيره، فهي بتشتغل كانك بتتعرض للشخص الاساسي اللي هو منزل اللعبه. فانا ما فيش عندي نقطة السيرفر هون، انا عندي اللي نازل اللعبة أول مرة ممكن يخش على الإيه؟ نتورك ويخرج منها، يخش على نتورك ويخرج منها، ومع ذلك الناس التانية كلها قادرة إنها تنزل النتورك. والأبادري سيستم بتتكلم مع بعضها، أنا ببقى شايف الكيبس إن أنا بنزل منها بشكل مباشر بتعامل معاها. طيب فالبيرز ريكويست السيرفر فروم اذر بيرز بروفايد سيرفيس ان ريتيرن تو اذر بيرز. زي ما انا بنزل اللعبه دي او بنزل الفيلم ده، فانا كمان مطالب ان انا كونتريبيوت ان انا ايه اخليهم هم كمان ينزلوا او ان هم يحملوا جزء من اللعبه انا ايه بنزله. في الناحيه الثانيه في البرايس سيرفر قلنا الاسكلابيتي، كان مين المسؤول عن الاسكلابيتي؟ السيرفر. هنا لا، هنا دي سيلف سكيلابيلتي، كل ما بحط لود جديده كل ما بزود السكيل بتاع النتورك بتاعتي. فانا بيرز نيو بيرز بريك نيو سيرفيس اند كاباستي از ويل از سيرفيس ديماند. بيرز جديده اربع محتويات جديده، بس في نفس الوقت بتديني امكانيه ان انا بوسع في النتورك ايه بتاعتي. فالبيرز هنا اليوزرز او الكلاينت الزياده اللي بتيجي عندي بتيجي as a client and server at the same time. على عكس في client server ان هي بتيجي as a client بس، وان السيرفر هو اللي بيقوم بكل الشغل بتاعها. طبعا البيرز بيكونكتوا في الكومبلكس نتورك، وفي نفس الوقت زي تشينج الـ IP address بتاعتهم. فايه؟ في client server الموديل بتاعها او الارتكشر بتاعها is very easy model. فالكومبلكسيتي از ايزي، لكن في البيت هير المانجمنت بتاعتها از كومبلكس. طيب ده بالنسبه لان احنا بنتكلم كلاينت سيرفر كيف تغير نت في الاثنين، سواء بقى كلاينت سيرفر او كيف تغير الاثنين they working as a process. المفروض في الانتروداكشن انتوا سي اس أخدنا أي برنامج شغال على الكمبيوتر ده إيه؟ It's a process. فالبروسيس is any program running within a host or PC or a laptop or موبايل أو أي thing. أي أبلكيشن شغال على موبايل بيرد شغال one process or more. تمام كده؟ فهو شغال بروسيس. طيب
الالكترونيك بايكنج سيستم. يعني سي اللي انا فاتح برنامج البينت وبرنامج الفوتوشوب وعاوز انقل الصوره من البينت للفوتوشوب، فبعمل كنترول كوبي كنترول في هينقل لي ايه الصوره من هنا للصوره من هنا. الكوميونيكيشن اللي حصل ما بين البروسيس دي البينت از بروسيس والفوتوشوب از بروسيس كبرنامج خاص لوحده، فالموضوع ده بقى عن طريق ايه؟ انتربروسيس اوبريتنج سيستم. مفيش اي حاجه اتدخلت في النقل من الحته للحته دي غير الانتربروسيس كوميونيكيشن عن طريق ايه؟ البروسيسور بتاعي. لكن لو انا عاوز انقل الصوره دي من عندي لعند حد تاني يبقى انا لازم استخدم برنامج وابعتها له، ابعتها لك عن طريق واتساب، ابعتها لك عن طريق ايميل، ابعتها لك عن طريق المسجر بتاع فيسبوك، اي هرفعها لك على سيرفر وانت تنزلها لي على السيرفر. فالبروسيس ديفرنت كوميونيكيشن كوميونيكيت باي اكسشينج مسج. فانا عندي مسج او رساله بيحصل لها اكسشينج بين كلاينت اند سيرفر. فانا عندي الكلاينت از ا بروسيس والسيرفر از ا بروسيس، فدي بروسيس ودي بروسيس. احنا اتفقنا ان الكلاينت دايما هو اللي بيعمل ايه؟ ريكويست، وان السيرفر هو اللي بيديله ايه؟ والسيرفر هو اللي بيرد عليه ريسبونس. فانا دايما الكلاينت بروسيس ات از ا بروسيس ذات انشيت كوميونيكيشن، هي اللي بتدير لي الكلام، لان هي دايما الاي بي بتاعها از دايناميك فالسيرفر ما يعرفش ايه فين، فهي اللي دايما بتعرف بتقول للسيرفر انا عاوز منك الحاجه الفلانيه، فهو يرد عليها ادي الحاجه الايه؟ الفلانيه. يبقى السيرفر بروسيس از ا بروسيس ذات ويتس تو بي ايه؟ كونكت. هي كل اللي هي قاعده السيرفر اي سيرفر في الدنيا، فيسبوك، تويتر، سكايب، واتساب، ايميل، كجيميل، كل اللي هو قاعد كده مستني انا كسيرفر يبعت لي ريكوست، جاي لي ريكوست انا برد عليه ايه؟ ريسبونس. طيب السوكتس، عشان انا احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم الكلام ده كله عن طريق ايه؟ سوكتس. فانا عشان اكريت بروسيس احنا قلنا هنعملها عن طريق ايه؟ النتورك. وانا اي دونت نيد تو كريت النتورك كوماندز وان انا اعمل لها بروجرامينج فروم ايه؟ سكراتش. فانا عندي سوكت، والسوكت دي هي مسؤوله ان هي كريت بروسيس على الاوبريتنج سيستم تو ايه؟ send and receive الايه؟ المسجز من خلال الايه؟ السوكت. فانا بيبقى عندي ابلكيشن وعندي اي بي اي، الاي بي اي دي هي اللي بتعمل لي اللينك ما بين الترانسبورت لاير اللي موجوده عندي في البرنت سيستم والابلكيشن بتاعي اللي انا هعمله في ايه؟ بروجرام. فهي دي الاي بي ايز اللي انا ببتدي اناديها عشان تفتح لي البورتس او الشانل او القناه اللي انا من خلالها هقدر ابعت الداتا ما بيني وبين الايه؟ النت. فهي السوكت هي الدور او هي البوابه اللي بتفتح لي تسين بروسيس شوتس مسج اوت للدور، هي اللي بتخليني ان انا ابعت الموضوع ده بره، وفي نفس الوقت سيتنج بروسيس لايف ترانسبورت انفراستراكشر اونتو اذر سايد ايه؟ دول. فانا هنا فتحت سوكت هنا وانا مستني ان الناحيه الثانيه تفتح سوكت الناحيه الثانيه عشان ايه؟ تكوميونيكيت الناحيه الثانيه. فالسوكت دي هتتكلم مع السوكت دي عن طريق الايه؟ النتورك الموجوده اللي تحت. تمام؟ طيب انا دلوقتي عاوزة تاخدي شهادة بتاعت البكالوريوس، فانت تاخديها عن طريق الجامعة. فالجامعة هي البوابة بتاعتك ان انت تأهلك لسوق العمل بشكل ما. نفس الكلام ان انا عندي فرما افترض عايز واتساب تستخدمي، عاوزة تبعتي رسالة لصاحبتك زميلتك اللي قاعدة جنبك، هتعملي ايه؟ لازم تفتح بوابه على الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل بتاعك عشان الرساله دي تنزل على الشبكه وتروح للبنت اللي كتبتها.
البوابة دي عبارة عن API stores. فاكر مثلا في C++ عاوزة تعمل داي مسج على سكرين تكتبي ايه؟ C out وتروح حاطة السكرين اللي انت عاوز تطلعيه. السي اوت دي عبارة عن فانكشن. الفانكشن دي هي اللي بتقدم لك الوظيفة اللي انت تبعتي او اللي انت تعملي سكرين مسج على السكرين. نفس الكلام بالنسبة للاي. طب السي اوت عشان تعمليها لازم تساعدك تعرفي فوق الاس دي لايبرري وفي نفس الوقت تحطي الهاش ايه؟ الكلود بتاع الاي او 3. لو ما حطيتيش دي او ما حطيتيش دي مش هتعرفي تنامي السي اوت. نفس الكلام بتعرفي حاجه اسمها سوكيت الكلود سوكيت وبعد كده الكلود سوكيت بتعملي كولينج السوكيت وتبعتي الفايل على السوكيت. فانا السوكت نفس الكلام هعمل فايل فبعمل ايه؟ فايل اوت وبعمل فايل فبعمل فايل ايه؟ سيستم فايل من بين الفايل. فانا نفس الكلام انا كاني بكتب على فايل وبقرا على فايل بس بدل ما هكتب على فايل انا هكتب على السوكت وبدل ما هقرا من فايل يبقى انا هقرا على الايه؟ السوكت. بس الفكره ان انا مش بقرا او مش بكتب واستنى لا انا بكتب واستنى رد يعني لازم استنى ايه رد. فالفكره ان هي تو واي كوميونيكيشن از نوت وان واي ايه كوميونيكيشن. فيبقى عندي برنامجين شغالين في نفس الوقت برنامج بيبعت فهنا ده عمل ايه كريت سوكت وسنت للسوكت. الناحيه الثانيه بيستقبل السوكت وبعد كده بيرد عليه. فانا هنا عندي كرييت سوكيت او سيند سوكيت كلاينت بيتقال ان الكلاينت بيبتدي ايه؟ سيندنج سوكيت. السيرفر بيبتدي دايما بريد سوكيت بعد كده بيروح برايت سوكيت فالناحيه الثانيه بيريد ايه؟ سوكيت. فانا البرنامج المفروض دايما عندك الواتساب لما بتبعتي اول حاجه بيجي لك صح واحد معناها لسه البرنامج عندك ما بعتش عن طريق ايه؟ النت. فانا كل الكلام ده كله موجود عندي على الموبايل ما بعتش عن طريق ايه؟ النت. جاي اتنين صح يبقى معنى كده ان انا اتاكدت ان انا بعته للناحيه الثانيه. لما يجي لي بتحوله من ان هم جراي لبلو او من ان هو رمادي يعني كده ان الناحيه الثانيه ردت عليا ان هو استقبل الايه؟ الرسائل او شاف الرسائل. نفس الفكره. فانا دايما لما هبتدي افكر في اي برنامج سوكيت ليتر اون او اي برنامج نتورك ليتر اون هفكر فيها باي تو ويز كلاينت اند سيرفر. الكلاينت يبعت يبقى الكلاينت انيشيت كوميونيكيشن. السيرفر بيستقبل يبقى السيرفر بروسس اند ويت تو بي ايه كونكت. فانا ده ببعت وانا مستني ببعت وبعدين استنى التاني مستني وبعدين بيبعت. تمام. ولازم السوكت انا بتكلم امبير انا عكس البروجرامنج العاديه. البروجرامنج العاديه انا بتكلم ايه؟ انا كل حاجه موجوده عندي على الجهاز ومريح دماغي وشايل ايه دماغي. بالنسبه للسوكت لا انا ببص على الموضوع من ناحيتين كلاينت وسيرفر. طيب احنا اتكلمنا ان احنا عندنا كل حاجه في الدنيا في الوقت الحالي في البريد اللي انا محتاج ان انا اعرف. فانا في البريد العنوان بتاعي الجهاز بتاعي على النتورك اللي هو ايه؟ الاي بي ادرس. فالاي بي ادرس هو الجهاز او الادرس بتاعي موجود على الجهاز. طيب فلنفترض ان انا ليا عندك ساكن في فرنسا وبعت لي جواب فبعت الجواب على عنوان. طيب هو بعته ليا انا لوحدي مش بعته لكل الناس الموجوده في البيت. فراح كاتب اسم لان البيت ده ساكن مثلا فيه انا واخواتي وبابا وماما. فهو الجواب ده بيجي يقول لك انت جاي لك جواب. الجواب ده اتحدد بيزد على مين؟ على الاسم الموجود عندي. فانا نفس الكلام انا عندي ان انا عندي تو ريسيف مسج فانا لازم يبقى ايه؟ ايدنتيفيكيشن. فالهوست ديفايس هذا النيك ادرس اللي هو الاي بي ادرس. بس الاي بي ادرس ده هو اللي بيعرفني
فالباكت اللي جاي الجهاز هيعرف ان هي رايحه لاني بروسيس. فانا بستخدم ايدنتيفاير تاني جنب الاي بي ادرس اسمه ايه؟ البورت نمبر. البورت نمبر ده هو الاي دي بتاع الجهاز. البورت شبه البينا واحنا بنتكلم على ان دي بوابه ان هي بتعملها لي. فكل ابلكيشن اول ما بيشتغل بيبقى له ايه؟ بيحدث بورت على النتورك زي ما بيبقى ليه بروسس اي دي بيبقى له بورت نمبر. والبورت نمبر دي على الكلاينت بتتغير من وقت للتاني. لكن على البروسيسر على السيرفر لازم تبقى ثابته. فالسيرفر زي ما اتفقنا لازم يبقى له اي بي ثابت ولازم يبقى له بورت ثابته. فاحنا هنتكلم على مثلا اتش تي بي سيرفر البورت بتاعته كام؟ 80. لكن اتش تي بي كلاينت البورت نمبر بتاعته كام؟ بياخدها رقم بياخدها بشكل عشوائي. الميل سيرفر 25. يبقى انا اي ميل سيرفر اي ابلكيشن انا هستخدمه يبقى انا عارف عشان اكلم السيرفر لازم ابعت له على الفورت رقم 25. سواء بقى كان جوجل هوت ميل او مايكروسوفت بتاع الكليه الايميل بتاع الكليه. فكل واحد من دول ليه اي بي مختلف عن التاني بس كلهم بيجمعهم حاجه واحده اللي هي الايه؟ الفورت نمبر بتاعتهم 25. المواقع كلها جوجل ليها اي بي مختلف، شفنا تويتر ليها اي بي مختلف، فيسبوك ليها اي بي مختلف، الموقع بتاع الكليه ليها اي بي مختلف، كل موقع ليه اي بي مختلف عن الايه؟ التاني، بس كلهم يجمعهم حاجه واحده بس. البورت نمبر بتاع الاتش تي بي كام؟ 80. فكل بروتوكول هنبتدي نتكلم عنه هنقول السيرفر بورت نمبر بتاعته بتساوي كذا. طيب فانا عندي تايب اوف مسجز زي ما اتكلمنا ان هي ريكويست اند ايه؟ ريسبونس. طيب فانا عندي المسج سينتاكس هي وات فيلد المسج اند هاو فيلد ار ايه ديترمايند. هنتكلم بعد كده ديب ان ديتيل عن المسج سينتاكس ان كل مسج ايه الفيلد بتاعتها وايه البارامترز بتاعتها والمسج بقى معناها ايه وبستفيد منها ازاي والرولز بتاعت ان انا هاو بروسيس السيند اند ريسبونس تو ذيس ايه مسج. دكتور خلينا نقف لحد هنا نكمل المره الجايه. دكتور هو اللي بيوزع البورت هو الجهاز؟